مشتيني مشتك غندور في الكون ونهاري سلجم كيهضرو يا مامي واش انت صاحبي قبل اللعب ضيع فيني الجو عرفتي قسما بالله الا قصف عليه في الركاب ديالي طيح لي الجوال طيح لي الجوال طيح لي الجوال فتش معايا على قلبي فيصل فالخوا عاود التليفون اخي تيرات صافي تيخونك تيخونك عينك اخي اصاحبي خليش نهضر معاك اسمع انا هاد العيال كنبغيها وينو 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 وين عاد فرحو كيلعب معنا خميسة عاد فرحو كيجري معنا انا برجع كيحب فرح ديك الخطوط ديك اه تحشيها لك وانا اللي انا قاس لديك الفرن الليل يا ليام لا اله الا الله ودابا تخلي داعي داك شكون اه الاستاذ ديالنا انا ماشي يا صاحبي شنو بغا عندي هذا الفك السيفي ساسا انت ديك العائله قلب عليها صاحبي شي حاجه صافي صافي شي دار مع اللي انت تصحاب اخلينا شريكه ما خلينا اقسم بالرب انت تقبلوا معنا قرا 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 هذاك الشيء اقسم بالله خاين وردني عندي الحال ديالك صح شنو هاد الحال انا حيت كل واحد عمي والله سيدبر لك خدمني سيدبر لك عمو طاح تريح معنا كنضحكوا عليا الدراري يا صاحبي حياتي ولا كنحرم سكوت 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 قالوا شي خدمني خدمت انا الله يهديك اصاحبي هكا تشوف راسك حياتك كتقرا صاحبي اسمع 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 انا بسيت بيتكم من الرياح هادي اسمع عارض لي دوزنا ماشي قليل ولكن مش انا عاد الغالب والله ماشي فيه صافي نوضا صح حمقتي يا عاد وكيكذب ما سمعتش اللي كيقولوا اش عندك تينا الخواص قام ساعف لي غير هادو واحد بزنس كيبيع شي نهار يدخلوا الحبس يا خور مقابل صاحبته شي نهار تحمقوا انت الخاوه ديالي قاري الدبلوم ديالك ما غاتجيش تسال على راسك اصاحبي انا تفزت اخاي انا تفزت اخاي نور الدين الله يرحم يمك اصاحبي الخاوه كاين عمل سبب وربي كيسر الخاوه وانت عييت يا انت قاري كثار مني ما خليتي ما عملت اش كنت انا الخاوه واش تفتيش ولا تقام قبل اللي غاب وانا انا بكالوريا روينه قلت لك اخاي نور الدين الباب ديالي في الغربه اخاي نطلع لا نطلع لا باش ماك ان شاء الله ياك محمد ان شاء الله يا ربي تطلع طلق الصخره في حالها تيسال ربي وانت بقى تدفع لي السيلس والله لا خدمت وتبقى هنايا يا مو طا ديالك انت انا المهم انا نبيعو لك واخا قال انا هضره واحنا نشوف ولا في الاخر اجي قول لي خدمني معاك قام قابل لي قام قابل محمد مره كيصوبيني بشي جوال مزيان بالروح بالدم اخاي
بعد عليا هاد السبيل هاد الشيء اصلا بعد عندي موعد دابا صلى انا عندي واحد الموعد دابا مع الشركه تصوني عليا وانا خدمت ياجي بزاق عليا ولا مشاكل هذيك بومري مانغول يا اصاحبي قال لك مسكين خصو يتوظف معايا مع الدوله ان شاء الله. اوبري عمر لا توظف هذه باش تكون في بالو واش خساره على ديك الشيء الطبيعي. لكن اخي عبد الله الله يخليك هذيك العيله كنبغيها. قولي شي واحد كنبغي شي واحده كنت نيرفاز. كنبغي انا كنبغي الحمد لله غير الوالده. الله يخلي لي الوالده. ياك محمد. واش الرجال ما كيبغيوش يبن. انا بدات نحمر هذا ما بديتش عليها. والله الا ديك بشرى. اتفرك اقسم بالرب بلا بشرى لا 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 بحال نعاود بشرى بلاتي واحد جوج بشرى لا لا غات عليكم الدراري عيقتوا اجي صاب الله نعاود الصوت ما بقى ليش معاك ما تبكيش يا صاحبي وما تبكيش كنقشبوا معاك وما تبكيش افهمني ها افهم واش يا صاحبي وما تبكيش قول هذا هو مكتوبي الله كتحشيها لك مشى ولا ما رجعتي بحال دابا انا ماشي عبدو جيت انا عندك انا لا باش تاكل الخوه الحلوه السخينه الجوال وسخرتني الواليده صاحبي ما جبت لها شي سخرات انت ماشي راجل انت ماشي مزيان اصاحبي والله ما راجل داكش عامل اتخرج عليا انت والله الا تخرجتي بحالك يا ربي تعال عليا بشي خدمه يا ربي وتعال انت على العشرين ديالي مساكن بقاو شي مبليش يتابعوا مخزن شي يا ربي تعال علينا ربي صوبي الحاله ديالنا يا ربي يا وزينا جنين بيعكم وانت هو جوري انا هو جوري اخي اش فيه تو ما قدي ولا ما عرفتش مع مراتك معاهم كتساوي تو الجواري انا هو الجواري هو هذا هو تو الجواري اه هو هذا عرفتي شنو عندك تهال وليدي معك المخزن اوليدي ترى تقدر غفلوله ولا لسه في الله تو الجواري والله ما انا قلب والله ما انا اش قال صاحبي اللي قلبو قلبو تسمى والله ما عندي شي حاجه ماشي انا الجوار انا صاحبي سكت شي حاجه سكت محمد الجوار هذيك اللي كيبيع الغبره هو هذاك صاحبك لا ماشي صاحبك لا والله ما كنعرفو انا ويا مع بعضياتكم والله لا 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 انا والله ما الجواري انا كنكون واقف هنا الجواري هذيك اللي عرفتو فيك اسي كيكون لين اسيدي يا بوتي انت كنت تهاد معايا بوت راسي اخو انت كتسمع الجوار انا راهي فين ليه؟ ليه؟ شتي ديك معنا نديوك معنا لتمك لا 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 انا عندي الشغل لوليدك صعيب هذا راه خوار غاطلق على يبولي لا لا عاود راسك اوليدي صافي اسمح عاود راسك اسمح لي اسمح نمشي عنده دابا نقول له هو دبر غير في الطروق حقو اللي كيسقى في الحدا الدار ديالها قسم انا جا عندي قال محمد جواري صاحبي شي افطر قلت له انا ايوا الغزال زيدتي انا ما قالوا لي مغزل رجعت انا جبت لهم لاكار قلت لهم هذاك ولد الحرام كيبيع خرج على الدراري ياك ما نكذبش قسم بالرب فنجبد عليك وطحت تفضل اسيدي مرحبا بك شكرا سي نور الدين مرحبا شكون معايا شكون نور الدين نور الدين نعيمين عمره 21 سنة عندي ماستر في ليكونومي وعندي واحد 6 شهور ديال الاكسبيريونس تبارك الله شكون درتي في هاد الاكسبيريونس هادي كنت خدام في واحد لازون ايكونومي كنجيغي ليجيستيون دو ستوك هذا طبعا عنده علاقه بكل الماستر اللي عندك في التخصص ديال 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 الجيستيون ديال اكيد ممتاز اذا حنا كيشرفنا ان انسان بهذه القدرات بهذه لي كومبيتونس ديالك انه يكون معنا في الشركه ويكون قيمه مضافه في الفريق ديالنا ان شاء الله يا ربي اذا سي نور الدين ما كنحضرش
نبداو نتعاملوا مع بعضنا في اقرب مده ممكنه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للتفاصيل الاخرى ما يكونش عندنا في مشكل. انا كنتمنى خدمه ثم الخدمه ثم الخدمه. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى نكون على حسن ان شاء الله يا ربي. اذا بالنسبه للتفاصيل الاخرى بخصوص ما يخص الصالير المسائل ديالك يعني التعويضات ديالك كامله ان شاء الله ربي غتكتب بها الكونطابيلتي ان شاء الله يا ربي. غندخل معك في التفاصيل كامله وان شاء الله ما يكون يا ربي غير خير وما يكون خاطر ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى نكون قيمه مضافه ان شاء الله. يا شركه تسمع ان شاء الله. شكرا سيدي. السلام عليكم. ولا المهم موطا شوف شي واحد صافي يا صاحبي دابا انت قلت لك ما خصني صافي رجعتي عملتي عقلك زيد قسم بالله تندبروا على راسنا هنايا صامي تاع امي تاع واعره صح تشوف تما مخبي والله لا بان شي حاجه الصخرة الكلسه ديالك بنادم كيجي طق طق سربي ديك الموطا ضرب عليه مره والله تندبروا على راسنا هنايا اخي والخدمه صاحبي بنادم انا ندبر لك الدراري طاطا ما خصنيش معاه فلوس اخي محمد تعرف اللي خصني نحرق اخي ما خصنيش يبقى هنايا هذا هذا الموطا هذا واش مأمن ولا هو يلا خلطوا المخزن الخاوي الموطا ديالي هذا صاحبي انا كنت شحال هذا نقولها لك ولكن نسيت انا صاحبي صافي انت صابر مع التقديم تما ما بغيتش نقولها ولكن ما وقع ديك فراكاسين اليوم انت السبب ماشي انا السبب محمد كانوا ماشي قاصدينك اصاحبي سكتنا الله يرحم يماك مظهر وكلام المعسول لا الطخب اللي باين حيت اللي كاين في المجهول بين الضحايا ديالو كيف الملاك يدور يجول شكون كان يقول باللي الملاك في الحقيقة غول اخ شحالك جايبيني بدا الساعة هادي هربت على والدك خصها تسخرني وبرودة والشتا والعجاج وجايبها شنو كان؟ ما جايبهالكش على والو جايبك على حاجة ضروري خاصني نهضر معاها. إيه عينك دابا أنا اللي ماشي مفرق الزين واحد الخبر واعر. تي ما شفتي شي خبر اللي غنقول لك. تا هو مزيون. أه مزيون. المهم غنفرح دابا سمعني. أنا سهلة لي ربي رجلات واحد البركة الفلوس. الصيمانة اللي ما جاي إن شاء الله أنا جاي نخدمك. الله الحمد لله وفوقاش وانا كنسنى هاد اللقطة هادشي كان خصك تعادلو شحال ودابا فات الفوتو بزاف اش فات الفوتو بزاف ما عندي ما نخبى عليك ماما قررت انها تجوج لي لولد عمي كيفاش؟ اش قال لولد عمك شحال عندك العائلة شندوخة ولا ما عندكش خمس سنين شحال عندك؟ كيف ما كتسمع؟ كيف ما كنسمع دابا الله يرحم يمك دابا هي بالعقل العام الأول العام الثاني العام الثالث العام الرابع الخامس باش يجي لعائلة عمك ويدك باردة ساردة اسمعني اقسم بالرب وما ديتك شي انا عيدك اسيدي ربي هادشي كان خصك تعملو شحال ودابا فات الفوت وماما قالت اللي قالت انا ما نقدرش اخبارك بنوب ديالها الديمانتينا اخبارك قلت لها لعائلة عمك هادشي ما قلتيها اربع سنين انت معايا كتضيعني وانا دابا جمعت راسي وسال لي ربي دابا قلتي لي لعائلة عمك واسمعني صافي خصك لعائلة عمك ومشي عند لعائلة عمك شنو الدم ديالي دابا انا كاين بعض الشكايات على حسب محمد الجواري شكايات خصني الجديد قلتي في الملف كاين هنا هادوك بلا ما عدد ديال جبتيهم ها الملفات عمري هاك 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 ها هو ها هو ها هو فين جديد في هاد الشيء وي الشيف راه بدل البلاصه ولكن حنا صيفطنا الفقره التتبعيه ديالو عرفوا البلاصه الجديده هو بدل البلاصه بحق حنا صيفطنا بحق حنا درنا هذا ايمان راه حنا متبعين الاجراءات من الاول شنو متبعين الملف اللي كيجي في الاول كيجيني غدا وبعدو وي الشيف هذا اليوم يكون عندك في العشيه قبل غدا يكون معنا اليوم ان شاء الله ان شاء الله تفضلوا وي الشيف مرهوش دخلة غير
معايا راسي شنو ولا قبلوني في الخدمه اليوم صاحبي شحال انا كنجري الحمد لله يا ربي اش عندك صاحبي تيش من فرحه الله يرحم ليك من فرحه بقات لي انا الله يرحمك الوالد انت اجي على الصباح تبغي تفرحو بشي خبر صاحبي كيقلبوا عليك وجهو اش عندك صاحبي انا باقي واقف معاك الكادر انا موت محمد ما بقاش كما هو علاش اش غنقول لك الخاو اقسم بالله لم. دمر بزاف شنو اللي دمرك اخي شنو بغيت كنقول لكم ديك العائله كنموت عليها عاود ديك العائله عقلتي ساعه كنا كنقولوا لك غتخليك دابا اسمعني دابا هي دابا هي قال لك ماما تزوجها العائله ما صحه ما نعرفش وين مشات لعيني بابا دابا الخوات باش لا خمس سنين مشات الخوات دابا صافي ساليتو مره انا اقسم بالله لا توقع لي شي حاجه انا مادام باقي دابا جالس معاك راه مزيان ايوا اخي كاين ما احسن من لا انت مالك اصاحبي الخاوه انا قلبي بغا مالك هاد الخلطه اصاحبي باقي كتهضر لي هادي انا جواري اصاحبي اش عنده جواري جواري في الدب بحال دائما كيبيع اش عنده جواري شبروا حتى هذا كيجي كيضحك علينا قسم بالله اصاحبي حق الله جواري قال ما عندنا شي ضحك انا ديك العائله اللي كنت معاها صافي حنا حنا نمشيو معاها صاحبي راه حنا كنا كنجلسوا معاها صاحبي انا خايف وانا نتوما ما نكون عندي والو انا اللي خايف صاحبي اللي جبد عليا عرفتي شنو انا مليان انا تاوت مع حقين باقي واحد شويه بالسخره ديالو اللي كان خلى لي نبيع معاهم خويا هنا يا خايف اخي يا ستا قلنا دبرنا الوظيفه دابا تعملونا ايضا صاحبي عندكم صح توظفت اي لا تو اجيت عند هذا فرحه دابا عكرتو لي مجيت على الصباح هسه وانا درت مع خويا صاحبي اللي فيها الخير وصافي الله العظيم صافي قالت فيا غا الوالده ديالو بوبريه وصافي اخويا الله يعزك يا الله اي محمد تبقى شي مهموم الخاوه وتهلاو لي فراسكم بيب تفاهم معاك دابا اخي اخي محمد اش فيها مزيان الله يعز وصافي ديك السخره ندوزها لك دابا ها باش نتحركوا ان شاء الله اقسم بالله اخو ديالي صافي انا عندي فلوس موجوده انت قلت لك شنو كاين غدا ياك بلا شي صافي انا محمد يلا سلام الله يرحم والديك يلا صافي ملعونات تبكي عمره ما بكى ملعونات ملكك وتملك الغربة ملعونات بكي عمره ما بكى ملعونات ملكك وتملك إذا قل لك يمك في دوز نهار العيد كمل المجموعين وغيرنا اللي بعيد تنعف خدي كبغين كبغية أنا هي إيما راه